بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد عشان نتكلم عن عشبة جديدة، هي عشبة الأرقاتيون. العشبة دي موجودة في لبنان وموجودة في سوريا. العشبة دي مفيدة جدا لتقوية شعر الرأس عن طريق إن احنا هنغسل الشعر بمنقوع جذور الأرقاتيون لمدة 24 ساعة من الجذور حتى الأطراف. هنستخدم الخلطة دي مرتين في الأسبوع، بتقوي شعر الرأس بشكل مميز وشكل ملحوظ خلال استخدام من تالت أو رابع مرة. كمان شرب عشبة الأرقاتيون مغلي الجذور بيطهر الجسم من السموم المعدنية، بتنقي الجلد من الدمامل والقرح المستعصية شفائها. كمان معلقة من جذور الأرقاتيون مقطعة لقطع صغيرة على كوب ماء مغلي، ويصفى ويشرب 3 مرات في اليوم لمدة 4 أسابيع أو 6 أسابيع، من الحاجات المفيدة جدا الطاردة للسموم داخل الجسم. ويفضل إن الجذور تبقى جذور رطبة عن الجذور الجافة عشان المفعول يبقى أفضل.